اسمي موسى الأواسمي من الخليل. اليوم كنا نغطي فعالية سلمية في منطقة بيرعونة بيرجالة. طبعا الجيش أبعد الناس وقمع الصحفيين وطردنا من المنطقة. طبعا صار شوية ضرب حجار، رحت أزيح سيارتي فصار يصيح زي كأنه ميت لحدا يعني، ومنعني أتقدم لحد ما غادر المنطقة وحينا بدنا نغادر إحنا كمان. ضابط حالك. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.